قفزة اضحك وعيط في نفس الوقت، حزينة وفرحانة. حسن اني ضعيفة قوي وبرضه قوية، بقيت خايفة من كل اللي حواليا دلوقتي، مبقتش حاسة بالأمان. الأمان راح خلاص، أنا لازم أكتشف أسلوب جديد أقدر أتعامل فيه مع الدنيا ومع البشر. أنا مخدوعة، مخدوعة ومجروحة، مش عارفة إذا كنت هقدر ألم الجرح ده ولا لا. الأمان راح. أنا شازا، إزاي تقولي كده وأنا جنبك ومعاكي؟ أنا بدأت أخاف منك أنت كمان. أنا؟ كان بيتعامل معايا زيك بالظبط. الأمان راح، ضاع خلاص. شازا، بلاش شبح الماضي يدمر حياتنا اللي جاية. ده مش شبح، دي حقيقة. يا ريته كان حلم مزعج وهصحى منه، لكن ده واقع فظيع. خدعني عمري كله يا حسام، خدعني وضحك علي. انسيه بقى يا شازا، انت نسيت ان جوزك؟ انا اسفه قوي، حقك عليا. انا اللي اسف. استحملني يا حسام. ده كلام برضو. انا تعبانه، قعدني من فضلك. تعالي تعالي. بقولك ايه رايك لو نروح نقعد في اي حته نغير جو؟ يا ريت يا حسام، يا ريت. انا عايزه ابعد عن كل اللي هنا. انت مش كنت بتقولي عندك فيلا اسمع اللي هي فايد حاجه كده؟ لا فيلا فايد، لا لا ما اقدرش. لا هتقدري على الاقل عشان نقدر نعيش بقيه حياتنا سوا مستريحين. هنسافر بكره مش هنسافر كده سارح زي اللي راح منه اماني. بتفتكر ليه في امبارح؟ ده عمره مش راجع تاني. قلت له وقال لك ايه؟ ما صدقش. المهم يا ماما تكوني فهمتيه. انا مش مكلماه قدامك يا بنتي دلوقتي. انا خايفه قوي، خايفه قوي على طنط شذا لحد يقول لها حاجه وهي هنا لوحدها. مين بس هيقول لها؟ الجناني ونبهنا عليه خلاص. ماما أرجوك كفاية كده. كفاية إيه؟ بابا يا ماما. أنا مش عايزة حد منكم يكلمني في الموضوع ده تاني أبداً، فاهمين؟ إزاي بس يا ماما؟ يعني تبقوا عايشين مع بعض في بيت واحد وكأنكم أغراب؟ طب بلاش علشانكم، علشاننا إحنا. أيوة يا ماما، إحنا نفسنا نرجع نعيش تاني مع بعض زي زمان. ماما أنا ومجدي تعبانين، وأكيد حضرتك وبابا كمان. أنا ما قصرتش معاه في حاجة. كل طلباته بعملها له. هي الحياة بينكم طلباته بس، أمال فين الخوف والحب والحنان والعشرة؟ وإحنا يا ماما، وإحنا كمان بينكم، إحنا حاسين إن إحنا عايشين أغراب، فكري فينا شوية يا ماما. علشان خاطري يا ماما، سامحيني. ها؟ وبعدين؟ كل واحد بيغلط، وطالما قبلت إن أنت تعيشي معاه، يبقى لازم تستحملي العيشة. أنا قبلت عشانكم. لا، وعشان بابا كمان غالي عليكي قوي. وانا ما كنتش غاليه عليه ليه؟ اكيد غاليه، والا ما كانش رجع. لا ده رجع عشان ما قدرش يعيش بعيد عنك ولا عننا. بس لازم الاول انسى الجرح. خلاص يبقى لازم تساعدي نفسك. مش طول عمرك كنت بتقولي ان خالد زي مجدي ما يقدرش يعيش بعيد عني ولو للحظه، ولو بعد بيغلط؟ خلاص اعتبر اكيد انا اللي غلطت. مش كنت اكيد هتسامحيني؟ ايوه، بس المسألة دي عايزة وقت، انما دلوقتي صعب، صعب قوي. البحر بيضحك ليه وانا نازلة الدلة عاملة القلل؟ شايفين؟ يا صباح الفل والياسمين وورد الجناين كله. صباح الفل بقى كده من امتى؟ ايه يا ولاد؟ مالكوا زعلانين ولا ايه؟ ده احنا اسعد ناس في الدنيا دلوقتي.
امال مالكوا كده؟ اصل ماما ضحكت علينا. ومال حقها؟ وفهمتنا ان انتوا لسه متخاصمين. قال يا وردة؟ اصلي حبيت اعملها لهم مفاجأة، ايه رأيكو؟ احلى مفاجأة في الدنيا. يا ست شذا هو مش موجود، اصله باع فيلته ما قدرش يستحمل اللي عمله. احسن برضه. بس بيرجع امتى؟ نفسي ما اشوفوش على طول. كفايه بقى كفايه. ايه حسام مالك؟ لا ابدا ما فيش حاجه. تلاقيه تعبان من السواق. يلا نطلع فوق. حسام حسام من بيت في اي اوتيل هنا احسن. انت لازم تتغلبي على الاحساس ده. عشان تعيش أنا وافضل جنبك على طول وخففك عن اي شيء. ربنا يخليك ليا يا حبيبي، بس لازم الدكتور يعالج اي حد يكون محتاجه. انا لا، انا عايزه ابقى دكتور عشانك انت وبس. اصل الواحد لما بيعيا بيموت وانا عاوز الجنب على طول. كل الناس بتموت بيستنوا بالحياه. لا لا لا. ايه مش عاوزك تسيبيني خالص؟ انا بحبك قوي يا ماما. وانت نور عيني يا قلبي. عاوزك تقولي ايه يا ماما؟ قولي لي اجيب لك ايه عشان صداعي يروح. يا حبيبي هو يروح دلوقتي حالا، لانك معايا وجنبي، دي الحاجه الوحيده اللي تضيع من عندي اي قلق. يا سلام. ايه مش مصدقني ولا ايه؟ لا مصدقك طبعا، بس اوعي تزعلي مني حبيبي. شازل خرجت من الدم في كل مكان. طب ايه بطل عياط؟ مش قادرة مش قادرة. المهم الراجل ملوش ذنب يا شازا. لا ما تفرحش عنه، عدوي اللي كان من المكان كله ضحك ولعب وحياته. البيت بقى خرجه. شاذة انا جبتك هنا عشان تنسي الام الماضي وجراحه. عمر الجرح ما يبطل ينزف ابدا. بيتي كان سعيد، كان فيه اللمه الحلو والحضن الدافي، كان الضحك فيه زي السخاريف، خصوصا لما كنا بنتلمع حوالين الترابيزه دي. كان كل واحد فينا بيحضن الدافي، كان خايف لا يروح مني لحد ما ظهر أحمد، موت الصغري وحط بدلها دموع، أذهل السعادة بالوحشة اللي بقت محلية المكان كله. أنا ما أقدرش أنسى ابنه وما أقدرش أنسى أيمن أبدا. سامع يا سعادة البيه، أنت واقف هنا بتعمل إيه؟ اتفضل اطلع بره بره. ليه كده يا حسام؟ ده راجل غلبان وبقاله معانا هنا عمر طويل قوي. معلش اصلي عصبي شويه. من ايه؟ باللي انت فيه وعيشتهولي. معلش غصب عني، كنت فاكرك بتحاولي تنسي. في حد ينسى ابنه برضه؟ انا ما قلتش كده.
بس ابنك كان كده كده هيموت. ولا ايه يا شذا؟ فكري كويس. ولو مليون عقل اتحطوا فوق عقلي برضه هفضل اكرهه غصب عني، مش بيدي يا حسام. مفيش واحدة مثقفة تقول الكلام ده. الأم مهما كانت أم، ومن فضلك بقى ما تكلمنيش عنه تاني. خسارة، كان عندي أمل إنك تنسي. أنت مالك ومالك؟ مش علشانه، علشانك أنتِ. كان نفسي نبتدي حياة جديدة، نبعد عن الماضي ونفكر في الحاضر والمستقبل. الملجا عمره ما بيموت، بس الحب بيعمل اللي محدش يقدر يعمله أبدا. إلا حب الولاد. نفسي تحب مين يا نوح؟ بحبك زي ماما شذا. لا، ماما شذا اكتر، وهي تستاهل. حبيبتي حضرتك ليه سبتيني؟ قولي لي يا ماما، قولي لي يا ماما. يا نوح يا ماما. يا حبيبتي أحلى كلمة سمعتها في حياتي. يا ما كلفتي أسمع الكلمة دي من زمان. قولي لي ليه سبتيني؟ الظروف يا نوح، غصب عني. وبكرة لما تكبري هتعرفي كل حاجة. أنا عاوزة أعرف دلوقت. باباكي كان صعب شوية. بابا لأ، بابا كان طيب وكل الناس كانت بتحبه، وكان بيحبني قوي أنا ووليد. معلش يا حبيبتي، أنا بكرة هعوضك عن كل اللي راح. أنا عاوزة أروح لماما شذا وأعيش معاها. لا، معاها شوية ومعايا شوية، مش اتفقنا على كده؟ معاها هي أكتر. معاها هي أكتر. طيب اشمعنى بابا كان معاكي أنت كده وما كانش كده مع ماما شذا؟ الله أعلم يا نوح. وكل اللي انا عايزاكي تعرفي يا بنتي ان كل شيء اسمه نصيب، وانا نصيبي مع باباكي كان كده، كان كله عذاب وجراح لدرجه اني اتطلقت منه وقدرت اسيبك وانا روحي متعلقه فيكي. تتجوزي وتسيبيني يا ماما؟ ابدا يا حبيبي. انت ليه بتقول كده؟ حد قالك اني هتجوز؟ لا، بس انا خايف تتجوزي ويطلع جوزك وحش زي جارنا ايمن ويعذبني. تصوري يا ماما انا مش بحبه خالص. مش هذا ليه؟ لسه معاني؟ سمعك. انت تعبانه شويه؟ طب تحبي نتمشى شويه؟ لا لا، انا هنام. على راحتك، تصبحي على خير. وانت دماغي ماما. ايوه حبيبتي. مالك؟ تعبانة. يا خبر، انتي سخنة عليا. انور، يا انور. تعالي يا حبيبتي. ايه مالك؟ في ايه؟ عليك اطلب دكتور بسرعة يا انور. دكتورة ايه؟ انا معرفش حد. ايه؟ اطلبوا ماما شذا. ما حدش بيرد. اطلب بردة بسرعة، اتسرب. الو استاذ خالد، انا انور. ايه
انت ازاي تمشي مع الراجل ده؟ كريم؟ ايوه، انت الراجل اللي عملت الحادثه لوليد. سيبيه وتعالي معايا عشان نبعد عنه. سيبيه. استنى يا كريم. حسام؟ ده ما اسموش حسام، ده اسمه ايمن. انت نسيتي ولا ايه؟ يا ابني انا مش ايمن، انا حسام. لا انت ايمن. يا ابني انا حسام، ما اعرفش حد اسمه ايمن. انت ظهر اتلخبط. مالك يا شاذة؟ في ايه؟ دايخ، مش عارفة مالك. تعالي نرجع الفيلا. يلا سيبها ومالكش دعوة بيها. يا ابني بقى كفاية. لا تعالى معايا، انا عاوزك. تعالى روعة يا حبيبي، لما طنط شاذة تتسرح بتعالى. يلا يا حبيبي. لا انا عاوزاه معايا. شفت بقى؟ لو انت ايمن شاذة. انت بتصدقي عيل صغير برضو؟ انا مش عيل، وبعدين انا ما بكدبش. صدقيني يا طنط، هو ده ايمن، هو ده اللي عمل الحادثة الوليد، وهو بيضحك عليكي. انت عاوز منها ايه يا اخي؟ عاوز منها ايه؟ يا ابني انا جوزها. جوزها؟ انت اتجوزت اللي غرق وليد؟ اتجوزت اللي غرق ابنك؟ ده وليد كان بيكرهه قوي، وانا كمان كنت بكرهه، وانت كمان لازم تكرهيه. انت مش بتحب وليد؟ اسكت بقى، اسكت. لا سيبه. تعالى معايا. لا مش هو. كذاب. كفايه يا كريم، كفايه. لا وبعدين انت جيتني وقلت لي ان هو هنا مع طنط شذا، ولما جيت قلت لي روح هتلاقيهم ماشيين مع بعض عند البحر. انت ليه بتعمل كده يا جدع؟ انت عايز ايه؟ عايز كل خير، وللست شذا بالذات. امال ليه بتعمل كده؟ ما عملتش حاجه. كذاب. اما ازاي؟ تعال في ايه؟ قول لي الحقيقه. مفيش حاجه يا ست. انت روحت لكريم؟ لا انت جيت لي وقلت لي. روح يا كريم بقى، روح. انا بكرهكم كلكم عشان انتوا خلاص نسيتوا وليد، لكن انا لا، عمري ما هنساه. ليه كريم بيقول كده؟ يمكن عشان الاستاذ فيه شويه شبه من الجدع اياه، فتهيأ له ان هو. لاول مره نفسي افتح ولو للحظه واحده. شاذة انت بتشك؟ مش عارفه، انا عايزه ارجع حالا. دلوقتي حالا. ايوه بس احنا لسه راجعين. هرجع يا حسام، هرجع. شاذة طبعا متأكد، هتسألي عبير. عبير اوعي تكذبي، انا عمتك واللي راح ده ابن عمتك، انت كنت بتحبيه وهو كمان كان بيحبك. مش هو يا طنط شذا، مش هو. اما ليه كريم قال كده؟ ليه؟ لان زي ما قال عم سيد انه يشبهه شويه. قد ايه؟ مش كتير. لدرجه ان كريم يغلط فيه؟ طنط شذا كريم لسه صغير. طب اوصفي لي حسام. هو اسمر. مش قوي اسمر. وشعره ناعم. لا مش ناعم قوي، وهو طويل، يعني طويل شويه. ايه كمان؟ وبعدين يا مجدي قول انت. عبير قالت كل حاجه خلاص. يعني تخين رفيع؟ هو متوسط. لا تخين ولا رفيع. ماما فين؟ عند نوها. بتعمل ايه؟ اصلها تعبانه شويه. تعبانه ازاي يعني؟ ما تتخضيش، دول شويه مغص. هو فين حسام؟ جاي ورايا. انا ما اروح اشوف. We'll be right back.
بتقول ايه يا مجدي؟ لا ولا حاجه. ده بيسلم عليا يا شاذة. تعالي نطلع نستريح فوق. لا اطلع انت. وانتي؟ انا هقعد شويه في الجنينه. تحبي اجي معاكي؟ لا لا اطلع انت خد حمام. طيب انا هروح اكمل قرايه. وانا هطلع اخد حمام. وصلك للجنينه بره؟ لا لا مش كده. اطلع انت. صباح صباح. ايوه ست شاذ. صباح. ايوه انا عايزاكي تجيلي بره في الجنينه وعاوزه علي معاكي. ها حاضر. انت وعلي. يلا. حاضر. هتسأل صباح وعلي بره. ربنا يستر. تفتكري هتلخبطها؟ بابا أيمن معاهم أكيد هيصلح المسألة. يعني أنتوا متأكدين؟ طبعًا طبعًا. طيب ممكن تقولي لي أنتوا الاثنين في نفس الوقت الأستاذ حسام أبيض ولا أسمر؟ أبيض. طيب لون شعره أسود ولا بني؟ بني. طب خلاص اتفضلوا. ايه يا شباب؟ حسام ممكن توصلني النوع؟ نوع؟ اي امال حسام ما جاش معاكي ليه؟ وصلني وماشي. انت تعرف حسام كويس؟ عز المعرفة. طب اسمه الحقيقي ايه؟ ما بتردش ليه عليا يا انور؟ لا ابدا اصلي مستغرب السؤال. رد عليه. اسمه حسام. بس انت بتساليني السؤال ده ليه؟ فين وردة وخالد؟ وردة وخالد نزلوا ومشوا من شوية. ليه في ايه؟ ولا حاجة. ولا حاجة ازاي؟ اكيد في حاجة. هو حسام عمل معاكي حاجة؟ ما عملش. دكتورة شذا حسام طيب وابن حلال قوي وانا ما عملتش غير كده. حسام طول عمره كده. ده انا اعرفه من هو صغير. أبوه الله يرحمه طول عمره يقول إنه هو مربيه أحسن تربية. طبعا أنت عارفة إن أختي كانت متجوزة أبو حسام. عرفت. أنا كده خلاص الحمد لله. إيه ده؟ أحمد جاي هناك أهو. أوعى تقول له حاجة. لا طبعا هقول. ازيك يا اهلا يا احمد. ازيك؟ ايه سايب المكتب ليه؟ لا احنا بنشتغل من كام لكام. صحيح ده معاد الغدا. احمد انت عرفت ان رانيا هتتجوز النهارده؟ هتتجوز النهارده احمد. راجل كبير قوي في السن بس غني جدا. ربنا يوفقها يا سيدي. انا كمان لازم ابقى غني. ان ما خليتها تندم تبقى لسه بتحبها. الإنسان بيحب اللي بيحبه مش اللي يبيعه. أحمد لو لسه بتحبها فعلا يبقى بلاش تتجوز اليومين دول. لا أنا هتجوز. أنا خلاص فكرت وقررت. هو هيكون قرارك ده فيه شيء من العلم. بنات الناس مش لها. يا عماد هو أنا عيل صغير؟ أنا عايز أقابل الأستاذ خالد. نتكلم في مكة ويستحسن نستنى أيمن لما يرجع من خالد. يلا بقى عشان أنا خلاص هموت من الجوع. وأنا كمان. يلا يا أحمد. يلا. ايه يا سرحان في ايه؟ ايه بس مالك؟ هو ايه اللي رجعك بسرعه؟ انت مش قلت هتقعد 3 4 ايام؟ طلع لي سي كريم. كريم مين؟ صاحب المرحوم وليد. وشافك؟ للاسف ايوه. عرفك؟ طبعا. طب وهي حالتها ايه؟ هي حالتها حال. المهم عرفت انك ايمن؟
لا ما عرفتش. بس اكيد شك. عماد. ايوه. اكيد قلت له. قلت له عن ايه؟ ان رانيا اتجوزت. رانيا مين بس؟ هي رانيا اتجوزت؟ اتجوزت راجل كبير بس غني قوي. ان ما خليتها تندم العمر كله. وانت مالك يا اخي؟ ممكن تسيبك من احمد وتكمل لي؟ اكمل لك ايه بس ولا ايه يا عماد؟ اتصرفت معاها ازاي؟ وعملت ايه؟ هي مين؟ شاذة يا سيدي. مالها؟ يوه كريم صاحب ابنها في الاسماعيليه قابلها مع ايمن وعرفت. ايه؟ عماله تسال كل اللي حواليه. عن ايه؟ ان انا ايمن ولا حسام؟ تخين ولا رفيع؟ قصير ولا طويل؟ انا حذرتك قبل كده يا ايمن وانت ما سمعتش كلامي. مش مهم الكلام ده دلوقتي. المهم ان احنا نحاول نعالج الموضوع قبل المشاكل ما تزيد. ده اللي انا كنت خايف منه. الشك بقى جواها وده بداية الخطر على حياتنا سوا. لازم تشيله بسرعة وممكن يزيد. اسكت يا احمد. احمد عنده حق يا عماد. الو. ايوه يا شاذة. ايه؟ انور ومراته هما اللي هيوصلوكي؟ طب ما اجي انا. طيب انا ساعه بكتير وراجع. مع السلامه. ايوه لازم تقول لها انت وبنفسك يا ايمن ودلوقتي كده احسن لك. مش ممكن يا احمد. اصلك ما سمعتش يا قلبي. تبقى كارثه لو انتوا الاثنين بالذات كذبت عليا. شاذة معقوله ده انا اخوكي برضه. معقوله تشك فينا يا شاذة؟ طيب كريم. كريم ليه قال كده؟ ليه؟ عشان يا حبيبتي كريم لسه طفل صغير. هو حسام يشبه ايمن شويه لكن مش بالشكل ده ابدا. يعني كريم مش قادر يفرق بينهم؟ يا حبيبتي هو كريم كان شاف ايمن من قريب؟ لا طبعا. يا ريت كلامك متأخر. يا ريت. انت مش سالتي الكل؟ سال وكل واحد قال لي اجابه شكل. شاذة انت عايزه ايه دلوقتي؟ عايزه الحقيقه. الحقيقه ان جوزك راجل مفيش منه بيحبك. مش هو ده المهم. امال ايه المهم؟ المهم هو ايمن ولا لا؟ لا وكفايه كده بقى. اهو حسام جه اهو. ايه ايه؟ مالك عصب كده ليه؟ ابدا مفيش حاجه. قدامك بقى الاستاذ خالد اهو. قول له كل اللي انت عايزه. وطبعا مدام ورده هتساعدك. طبعا. على ازيك؟ اتفضل. شاذة ممكن اتكلم معاك لوحدينا؟ يلا شاذة. تعالى يا احمد اتفضل. الحقيقه يا فندم انا كنت جاي النهارده وعايز يعني اطلب ايدي لانيس عبير من حضرتك. ابو مال؟ يعني حضرتك موافق؟ والله من حيث المبدا ما عنديش مانع بس اديني فرصه يعني. لا حقك طبعا يا فندم. وادي الكارت بتاعي اهو. ممكن حضرتك تسال عليا زي ما حضرتك عايز. لا بس الاول خالد لازم يعرف حاجه مهمه. ايه هي؟ اصل احمد كان كاتب كتاب وانفصل ربنا ما وفقوش. ليه يا احمد؟ لا دي حكايه طويله قوي. لا لازم افهمها كويس. انت املي ودنيتي واغلى حاجه في حياتي. ليه بتقولي الكلام ده دلوقتي؟ لانه من حقي وانا مش جوزك. انا عمري ما شكيت في حبك ليا. يبقى لازم تقتلي اي حاجه جواكي ممكن تهد الحب اللي بينا. لو انت ايمن عمر اللي بيني وبينك ما هيكون حب ابدا. لازم تتاكد من كده يا حسام. اديكي قلتي. قلت ايه؟ اسمي حسام. ايوه حسام. انت مش ممكن تكون ايمن يا حبيبتي. كفايه اللي حصل غصب عني. طب ليه امتى؟ مش سهل ده. احنا ممكن نخليه سهل. ازاي؟
بثقتك فيا، بحبك ليا وحب ليكي، مش كده؟ كده. يبقى كفاية ولا لا؟ كفاية. موحشكيش بيتنا؟ وحشني. طب ما يلا نروح بقى. أحمد جاي النهاردة ليه؟ علشان نحكي تعبير. طب يلا نروح لهم، يلا. وبعدين نروح. مستعجل ليه؟ ما هو دي كمان بيتنا. لا يا حبيبتي، بيتنا هناك بس. لا، ده بيتك انت وانا معاكي. تعرفي اني عايزه اكتبه باسمك. لا ليه؟ هدية جوازنا. وانا قدمت لك ايه؟ اغلى هدية. انت يا شازة، انت هديتي ودنيتي. وانت كمان يا حسام. الله، تعرفي ان انا بحب اسمع اسمي منك. اشمعنى يعني؟ يمكن عشان انت اللي بتقوليه. طب يلا بقى نروح له. على شرط إيه؟ نروح على بيتنا على طول. ايوه نروح. انا عايزه انام وعايزه استريح. هتنامي يا حبيبتي وبعديها سهرك حته سهره. يعني ما سالتيش هنروح فين؟ اي مكان اروحه معاك هيبقى جميل قوي يا حسام. يلا. على بركة الله. أنا سعيدة قوي يا أحمد إنكم هتعيشوا معانا. هنا طبعا. هنا وهناك واحد يا شذا، مش كفاية علينا لحد كده بقى؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله يا خالد ده؟ البيت هنا واسع، يفضل فاضي وتعيشوا كلكم في ثلاث أوض. دي حاجة بقى يا أستاذ خالد. لا لا سمح الله، بس هنا بسش البيت بيتك. وكفاية إن أحمد هيقعد فيه. أنا وياكم في أي مكان. ده هي الأخلاق دي. الله، مش صاحبك بقى. اتفقت الفرح امتى؟ بعد الامتحان ان شاء الله. يبقى خلاص الفرحه فرحتين، فرحك وفرح عماد معاه. يا ريت يا اخي. مساء الخير. مساء النور. مش تقول له مبروك؟ على ايه؟ هيبقى جوز اختك. معقوله؟ ايه؟ غريبه ولا ايه؟ لا طبعا، الف مبروك يا احمد. الله يبارك فيك، عقبالك يا مجدي. لا لسه على بدري عليه قوي. لا قوي قوي، انتوا عايزين الاثنين يشوفوني مره واحده؟ لا بقى. الله، ايه اللي مضايقك بدل المره؟ انا مش متضايقه ولا حاجه، بس اصل ايه يا ورده؟ ما هو خالد معاك اهو. اه يمكن انا مش كفايه بقى. اسكت يا خالد، انا مش عارفه هعمل ايه يوم فرح عبير، اكيد هموت نفسي من العيب. خلاص بقى يا طنط، مش حال ان احنا نقعد معاك. ما تشوفوا العروسه فين؟ في اوضتها. مبروك يا عبير. الله يبارك فيك يا مجدي، بس على ايه؟ تعالي بس انا هقول لك. والله كبرت يا عبير وبقيت يا عروسه. يا جماعه انا مش فاهمه ايه الحكايه. هتتجوزي يا عبير؟ انا مش مصدق نفسي، انا هبقى حما. حما؟ حما مين يا بابا؟ حمايا انا. انت لسه بتفكر يا انور؟ ها؟ خايف على ايمن. طيب وماما؟ وماما طبعا يا حبيبتي. دي لو ماما عرفت الحقيقه هتزعل مني قوي. تفتكري هي صدقت ولا لسه بتشك؟ والله ما انا عارفه. ايوه يعني انت لو مطرحه تصدقي ولا الشك يفضل جواكي؟ يعني المهم تعالوا دلوقتي نطلع ننام وبكره نتكلم ان شاء الله، الوقت اتاخر. يلا يا حبيبتي.
الحلاوه دي بس؟ ميرسي. لا ما تجاملش، دي حقيقه. وانا كمان بقول ميرسي بجد. اما انا بقى محضر لك حته فطار، انما هتاكلي صوابع الكرة. ربنا يخليك ليا. ويخليك ليا يا حبيبتي. ممكن توديني المستشفى في طريقك؟ ليه خير؟ ابدا، بس زهقان. طب ما تيجي معايا الشركه. هعمل ايه؟ لكن في المستشفى هقعد مع نوال ويحيى وباقي زمايلي. حاضر يا ست، انت تأمري لو انا زعلان منهم هما الاثنين. ليه بس؟ شوفي بقى لهم قد ايه ما قلناش. في دي لك حق، انا هبقى اقول لهم. طب دقيقة واحدة.